فضيلة الشيخ، من هو العالم المعتبر في هذا الزمان في الجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل حتى بعض أهل العلم الفضلاء ليس لهم باع فيه، فهو لا بد له من العلم هذا أولا، والورع تقوى، وثالثا الخبرة بالرجال ومقالاتهم وأحوالهم، فمن وجدت فيه هذه الثلاث الأمور برع في الجرح والتعديل. ومن القديم، من قديم الزمن، البارزون في الجرح والتعديل قلة، لأن الجرح والتعديل دين، فمن جرح امرأ بما يعلم الله منه أنه بريء بمحض، وهو جرحه بمحض الهوى، فهذا عرض نفسه للخصومة يوم القيامة. ومن عدل رجلا، وهذا الرجل ليس أهل للتعديل، فإنه خطر عليه وعلى الناس. فالجرح والتعديل يجب أن تتوفر هذه الأمور الثلاثة، الورع والتقوى والعلم والخبرة بأحوال الناس ومقالاتهم. والشيخ ربيع حفظه الله زكاه الألباني في هذا، ولا يمنع أن يكون هناك آخرون من إخوانه لهم باع في هذا. ولكن أنا أنبه إلى أمر، بل هي قاعدة، وهي أن من علم حجة على من لم يعلم. فمن عدل رجلا تعديلا مجملا ثم جرحه رجل آخر بالدليل من كتبه، من أشرطته، من مقالاته، الدليل واضح، فالعبرة بقول الجارح، وذاك لعله معذور، زكاه عن حسن نية، أو زكاه له من يثق فيه، يثق بدينه وأمانته، فأمل على هذا. الجارح زادنا علما كان خافيا على ذاك، وذلكم أنه دلل على أن هذا الرجل مجروح. ومن قديم كان الناس يختلفون، فإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى كان الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم ويوثقه، لكن جرحه العلماء، جرحه الإمام مالك وغيره، فهو مجروح، لأن حالة الجرح فيه خفيت على الإمام الشافعي رحمه الله مع جلالة قدره وإمامته. ومثال آخر، عبد الرحمن ابن صالح الأزدي العتكي، الإمام أحمد يزكيه وأبو داود يجرحه، قال إنه ألف كتابا في طعن أهل البيت أو كما قال، فالمحققون على جرح أبي داود، ولم يضر الإمام أحمد رحمه الله تعديل ذلك الرجل، لأن هذا منتهى علمه. هذه قاعدة ذكرتها لأن عدم فهمها يشوش على طلاب العلم. فتجدون على سبيل المثال من العلماء من يجرح سيد قطب، ومنهم من يعدله ويقول إنه إمام هدى وأنه وأنه وأنه، فكيف تصنع؟ انظر الآن
أمامك جارح ومؤدل، أمامك قول بأن الرجل ليس إمام هدى وأنه ضال مضل وأنه أقل ما يقال فيه جاهل، وأن كتبه مليئة بالكفر والتكفير، مليئة بالعبارات الكفرية والتكفير وتعطيل الصفات. وآخر يقول إمام هدى وعالم وكذا وعنده أخطاء، فكيف تصنع؟ استعمل هذه القاعدة، أيهما الذي معه الدليل؟ الجارح، لأن من جرح سيد قطب في كتابه التفسير وغيره جرحه بالأدلة التي من اطلع عليها عرف أن الرجل ليس عنده علم، أقل ما يقال، أقل ما يقال أن الرجل ليس عنده علم وأنه جاهل وأن عوام المسلمين خير منه، وذاك الله أعلم بحاله. فهمتم هذا ولا لا؟ شخص آخر، نعم. فالشيخ ربيع حفظه الله ألف في سيد قطب 4 كتب أو 5 أبان فيها جرح الرجل بالدليل. وقبله الشيخ الدويش رحمه الله، الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله ظن من علماء القصيم، أحصى على الرجل 81 خطيئة و100 في الكتاب نفسه فقط، في كتاب التفسير. فكيف يقال أنه عنده أخطاء يسيرة وأنه هذا ما لنا شغل؟ نحن على جرحه، لأن من جرحه أبان بالدليل من مؤلفاته. وهكذا، هذا مثال. مثال آخر يقول حسن البنا إمام، إمام يعني من علم المجتهدين، لما عنده أخطاء يسيرة تأويل يسير. وآخر يأتي يشرح لك حركات حسن البنا وكتبه فيثبت لك بالدليل أنه مفوض وأنه صوفي قبوري وأنه صاحب القاعدة الفاجرة، قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وطبقها. يوم شكل المجلس، مجلس الإخوان، جعل ضمن أعضائه 3 نصارى ما شاء الله، وأنشأ دار التقريب بين السنة والشيعة في مصر، وكان يستزير كبار الرافضة مثل نواب صفر وغيره. فهمتم هذا؟ هذا بالدليل. وذاك الذي أثنى عليه ما لنا شغل، لأن نحن عندنا الدليل، نحن أمة الدليل، نحن أمة الدليل. نعم. مثل هؤلاء السلف يقولون إذا رأيت هذا يدافع عن المبتدعين ولا يحب الكلام فيهم فأحدثوا بهم، هكذا يقول السلف الأولين، يقولون إذا رأيت الرجل يدافع عن المبتدعين ولا يحب الكلام فيهم فأحدثوا بهم. نعم.